مساء الفل، اهلا بيكم معانا في كلمة السر. اهلا بيكم في تغطية خاصة لبرنامج كلمة السر من واشنطن، تغطية خاصة للقمة الأمريكية الأفريقية وللزيارة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيشارك فيها في القمة الأمريكية الأفريقية، وكمان فيها شق ثنائي يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية. احنا بنكلمكم من قدام البيت الأبيض، كنا حريصين على ان احنا في تغطيتنا الخاصة لكلمة السر ننقل لكم كل الأحداث ونبقى موجودين في كل الأماكن. الساعة دلوقتي عندنا 3 العصر، عندكم 10 بالليل قدام البيت الأبيض زي ما انتم شايفين دلوقتي درجة الحرارة 3 تحت الصفر. المطرة من الصبح ما وقفتش وكان في تلج كمان الصبح. نحمد ربنا على نعمة الجو في مصر. عايز أقول لكم حاجة على فكرة، كل الأمريكان اللي قابلتهم هنا كلهم بلا استثناء نفسهم يزوروا مصر، وكلهم بيحسدون على الجو اللي عندنا. نعم ربنا كتيرة وفضل ربنا كتير، بنحمد ربنا عليه، واحنا كده بنتكتك من البرد الحقيقة والمطرة مغرقانا. بنفتكر مصر ونفتكر جو مصر الحلو. كلمة السر معاكم النهاردة في واشنطن، النهاردة الخميس اليوم الثالث والأخير للقمة الأمريكية الأفريقية، واليوم الثالث لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن. الحقيقة القمة بدأت يوم الثلاث اللي فات، بدأت بيوم للمجتمع المدني، كان في كلام عن المناخ، كان في كلام عن الشباب، كان في كلام عن دور المجتمع المدني في أفريقيا في الفترة اللي جاية. اليوم الثاني امبارح كانت القمة مخصصة لمنتدى الأعمال الأفريقي الأمريكي، وكان فيه مناقشات جادة عن الشراكة بين الشركات الأمريكية والأفريقية. والنهاردة اليوم الثالث اللي بدأت أحداثه من الصبح وبيشارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يوم القادة. الرئيس السيسي ومعاه 49 من رؤساء الدول والحكومات في أفريقيا مع الرئيس الأمريكي بايدن بيشاركوا في كل الفعاليات النهاردة علشان تتحط خريطة طريق جديدة، خريطة طريق واضحة لمستقبل العلاقات الأفريقية الأمريكية. الحقيقة لو اتكلمنا القمة الأولى الأفريقية الأمريكية كانت قبل 8 سنين، وقتها كان الوضع مختلف، وقتها كانت أمريكا هي القوة الأولى في أفريقيا وهي المؤثر الأول والمحرك الأول للأحداث في أفريقيا. بنتكلم النهاردة أمريكا كانت مضطرة أنها تعمل القمة دي، مضطرة أنها تعمل القمة دي علشان تواجه النفوذ الروسي وتواجه النفوذ الصيني اللي تمدد بشكل كبير جدا في أفريقيا. يكفي ان احنا نقول ان حجم التجارة البينية بين افريقيا وامريكا النهاردة ربع تقريبا حجم التجارة البينية بين الصين وافريقيا. نقول ان التواجد العسكري الروسي في افريقيا الحقيقة اكتر بكتير من التواجد العسكري الامريكي، وده بيقول قد ايه كان في رسائل واضحة ومهمة لصانع القرار في امريكا بان في خطر على العلاقات الافريقية الامريكية، وانه لابد من تحرك سريع، تحرك سريع لا تكتفي فيه أمريكا بالأفعال. أفريقيا كلها الحقيقة محتاجة دلوقتي أقوال. لو اتكلمنا عن الوعود الأمريكية، أمريكا وعدت بأنها تدي أفريقيا مقعد دائم في مجلس الأمن. أمريكا وعدت بأن الاتحاد الأفريقي ينضم لمجموعة العشرين. 55 مليار دولار المفترض استثمارات أمريكية يتم توجيهها لأفريقيا في الثلاث سنين اللي جاية لمشروعات التنمية. وكمان الرئيس بايدن تكلم بشكل واضح عن ان هيبقى في اكبر منطقه تجاره حره بين افريقيا وامريكا، بتتجاوز تقريبا التبادل التجاري فيها 2.5 تريليون دولار. بنتكلم عن مبلغ كبير جدا، عن اكبر منطقه تجاره حره في العالم، لان احنا بنتكلم عن افريقيا. افريقيا في 2050 ربع سكان العالم هيبقوا عايشين في قارتنا السمراء الحقيقه، والاهم انهم شباب. احنا قاره شابه، أفريقيا قارة شابة. لكن الحقيقة التوجه الرئيسي لكل القادة الأفارقة المشاركين والرئيس عبد الفتاح السيسي أنه المرة دي إحنا مش محتاجين مجرد وعود. الكلام كلام جميل قوي، كلام معسول قوي، لكن أمريكا عليها بالفعل المرة دي أنها تنفذ، عليها بالفعل المرة دي أنها تلتزم بوعودها. وأعتقد أنها تلتزم لأنها عارفة كويس قوي أن أي فراغ بالسيب وروسيا والصين جاهزين يدخلوا ويملوا الفراغ ده. أفريقيا بتتكلم بلسان واحد، بتدافع عن مصالحها. كلمة الرئيس السيسي الحقيقة النهاردة كانت كلمة واضحة، كلمة واضحة ورسالة قوية. مصر بدورها القيادي في أفريقيا، مصر مدخل أفريقيا، بتقوم بدور مهم في توحيد كلمة القارة، في توجيه الرسائل. أفريقيا مش محتاجة كلام، أفريقيا محتاجة فعل، أفريقيا محتاجة دمجها
في التجارة العالمية، دمجها في الاقتصاد العالمي. أفريقيا محتاجة أكبر مشروع تقريبا للبنية التحتية الأفريقية عشان تحصل نقلة حقيقية. محتاجين نقلة حقيقية في التجارة، في الاقتصاد، في إن احنا نوجد فرص عمل لملايين الشباب الأفارقة، لأن أفريقيا قارة شابة. لا إما الشباب دول مش هيبقى قدامهم حل غير إنهم يهاجروا، يجوا أمريكا ويروحوا أوروبا أي مكان. القمة دي أعتقد إنها بداية حقيقية. وأمريكا لما أعلنت من 3 شهور على لسان وزير خارجيتها بلينكن استراتيجيتها الجديدة لجنوب الصحراء في أفريقيا، استراتيجيتها الجديدة للتعامل مع أفريقيا، كان عندها هذا الالتزام. أمريكا بتتنافس مع الصين تقريبا على المركز الأول مين فيهم أكتر دولة لوثت العالم في أزمة المناخ، لكن أفريقيا تأثيراتها السلبية في أزمة المناخ لم تتجاوز 3%. وبالتالي على أمريكا زي ما على الصين وعلى الاتحاد الأوروبي دور مهم في تعويض أفريقيا. هنشوف اللي هيحصل في الأيام الجاية. احنا شايفين التزامات وشايفين وعود، شايفين قمة ناجحة. يكفي ان احنا نتكلم ان الرئيس السيسي 49 رئيس دولة وحكومة مشاركين في القمة دي، 5 دول أفريقية فقط لم تشارك في هذه القمة. وبالتالي بنتكلم عن حضور واسع شهدناه اليوم، القادة كلهم مجتمعين من الصبح علشان نوصل لتوصيات في ختام اليوم. أعتقد أنها توصيات يمكن أن تكون مرضية، لكن الأهم زي ما قلت أن التوصيات دي يتم تحويلها إلى أفعال. ده فيما يتعلق بالقمة الأمريكية الأفريقية. عندنا الجزء الثاني المهم الحقيقة في زيارة الرئيس السيسي، كان الجزء الخاص بالعلاقات المصرية الأمريكية. الحقيقة احنا شفنا مظاهرة حب غير مسبوقة بمجرد وصول الرئيس لواشنطن يوم الثلاث. الجالية المصرية، مئات المصريين من كل الولايات الأمريكية الحقيقة كانوا موجودين من الصبح، كانوا بيقولوا تحيا مصر، كانوا بيقولوا بنحبك يا سيسي، كانوا بيعبروا بشكل واضح وقوي عن دعمهم لمصر، عن أن مصر اللي اتنقلت نقلة جامدة من لحظة وصول الرئيس السيسي الحكم قادرة أنها تكمل وقادرة أنها تنجح وقادرة أنها تحقق كل اللي بتتمناه وكل اللي بيتمناه المصريين جوه مصر وبره مصر. بعدها الرئيس الحقيقة بدأ نشاط مكثف. امبارح شفناه بيستقبل القادة الجمهوريين في مجلس النواب، شفناه بعدها بيستقبل مجموعة أصدقاء مصر من النواب ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس النواب، وبعدها كمان انتقل الرئيس والتقى مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، التقى مع الويد وزير الدفاع الأمريكي في البنتاغون. والحقيقة كانت الزيارة مهمة. والحقيقة أنا فاكر كلمة وزير الدفاع الأمريكي، أمريكا بتقدر بشكل كبير جداً الدور القيادي المحوري المتزن الفاعل للرئيس عبد الفتاح السيسي. هي دي رؤية أمريكا لمصر، هي دي رؤية ودعم أمريكا لمصر، علاقات استراتيجية، علاقات قوية. القيادة الأمريكية حريصة على أن العلاقات دي تستمر. القيادات الأمريكية عارفة أن مصر زي ما قال وزير الخارجية وزي ما قال وزير الدفاع وزي ما قالوا النواب في المجلسين، مصر هي رمانة الميزان في المنطقة، مصر هي الضمانة لاستقرار منطقة بتعتبر أكبر منطقة ملتهبة في العالم، منطقة الشرق الأوسط. كمان زي ما في هذه الضمانة في علاقات قوية، علاقات في تنسيق سياسي بين مصر وأمريكا في كل القضايا، في علاقات اقتصادية وتجارية قوية، لكن مستنيين في الفترة الجاية أن في دعم أكبر لهذه العلاقات. في علاقات تبادل تجاري كبير جدا، أمريكا شريك تجاري مهم لمصر، في استثمارات أمريكية مهمة في مصر، مستنيين في الفترة الجاية أن يحصل زيادة في هذه الاستثمارات. علشان كده الزيارة الرئيس السيسي مش بس كانت مصر بتلعب دورها القوي والمحوري كمدخل لأفريقيا كلها في القمة الأفريقية الأمريكية، لكن كمان كان فيها هذا الشق الثنائي الناجح جدا. والرئيس التقى بالأمس مع الرئيس بايدن في حفل العشاء اللي أقامه بايدن في البيت الأبيض هنا للقادة الأفارقة، والنهاردة كمان الرئيس مع الرئيس الأمريكي بايدن موجودين في قمة القادة بحضور كل القادة الأفارقة اللي مشاركين في هذه القمة. يمكن هنا البيت الأبيض يا جماعة عايزين نفتكر من أول ما اتاخد قرار في الحرب العالمية الثانية باستخدام القنبلة النووية لأول مرة في تاريخ البشرية في هيروشيما وناجازاكي، البيت الأبيض هنا كان أهم مركز لصناعة واتخاذ القرار في العالم سياسيا واقتصاديا وعسكريا كمان. وبعد الحرب الباردة هنا تقريبا كان القرار الوحيد الذي يقود العالم. دلوقتي بنشوف الصين وروسيا
في صراع مع أمريكا على من هو الأقوى ومن هو الذي يقود في أقطاب متعددة دلوقتي، والأقطاب المتعددة دلوقتي هي اللي دفعت أمريكا في الأساس إنها تستضيف القمة الأفريقية الأمريكية. الحقيقة في تغطيتنا في كلمة السر زي ما قلت كنا حريصين على إن احنا نبقى موجودين هنا قدام البيت الأبيض، نبقى موجودين وننقل لكم بصوت والصورة كل ما يدور في هذه القمة. كنا موجودين رغم البرد والصقيع ده الحقيقة، ما همناش يعني، حبينا ان احنا نبقى موجودين، حبينا ان احنا ننقل لكم كل الحقائق. عندنا هنخلص دلوقتي هنروح على مقر إقامة الرئيس في واشنطن، هنشوف أهم اللقاءات والفعاليات للرئيس السيسي، وبعدها كمان هننتقل علشان نشوف لقاء موسع مع الجالية المصرية، هنشوف فرحة المصريين قد إيه كانوا فرحانين وقد إيه كانوا بيعبروا عن مشاعرهم وهم بيستقبلوا الرئيس السيسي في واشنطن. وبعدها هنطلع لحوار مهم في تحليل كامل لهذا الحدث المهم مع هبة القدسي الخبيرة في العلاقات الأفريقية الأمريكية ومدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن اللي موجودة هنا من أكثر من 20 سنة، وهي بالمناسبة خريجة كلية إعلام القاهرة. يا رب نكون قدرنا ننقل لكم وبننقل لكم الحدث كامل، نطلع نروح ونشوف من مقر إقامة الرئيس في واشنطن أول حاجة تفاصيل ما جرى وتفاصيل لقاءات الرئيس في واشنطن. أهلا بكم من مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن. الحقيقة الرئيس بمجرد ما وصل للعاصمة الأمريكية بدأ امبارح الأربع والنهاردة الخميس نشاط مكثف في محورين مهمين الحقيقة. المحور الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، والمحور الثاني بيتعلق بمشاركته المهمة في القمة المهمة الأمريكية الأفريقية اللي بيشارك فيها كمان الرئيس الأمريكي بايدن و49 من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. نشاط الرئيس امبارح بدأ الحقيقة من الساعة 6 الصبح، يعني شغل من مع أول طلوع للشمس، ولاحظوا إن هنا في فرق توقيت 7 ساعات، يعني احنا بنتكلم الساعة 3 العصر عندنا في واشنطن، في القاهرة دلوقتي الساعة 10 بالليل. الرئيس بدأ امبارح بلقاء مع قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والحزب الجمهوري دلوقتي هو اللي بيحتل الأغلبية في مجلس النواب. بعدها الرئيس عقد لقاء تاني مع أصدقاء مصر، مجموعة أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الحقيقة، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. بعد اللقاء توجه الرئيس لمركز مؤتمرات واشنطن علشان يشارك مع الرئيس الأمريكي بايدن في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، وكان في كمان لقاءين ثنائيين تانيين، لقاء مع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي ولقاء مع وزير الدفاع الأمريكي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن. واختتم اليوم الرئيس امبارح بحفل عشاء كان الرئيس بايدن أقامه على شرف كل الوفود بحضور كل الزعماء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة الأمريكية الأفريقية. النهاردة كمان الرئيس بدأ نشاطه مبكرا الحقيقة
توجه إلى مركز المؤتمرات في واشنطن، شارك مع الرئيس الأمريكي بايدن في النهاردة يوم القادة، اليوم الخميس اليوم الثالث للقمة الأمريكية الأفريقية، هو يوم القادة. الرئيس شارك مع الرئيس الأمريكي بايدن وقادة وزعماء 49 دولة أفريقية في الجلسات الختامية للقمة الأمريكية الأفريقية، الجلسات اللي كان فيها الحقيقة لقاءات مع الشباب، كان فيها مناقشات لقضايا التنمية، للقضايا الاقتصادية، لقضايا المناخ. الجلسات كانت متعددة والقمة كانت مهمة، لكن خلونا نتكلم لأنه الحقيقة زي ما احنا قلنا كان في شقين مهمين في الزيارة. الشق الأول هو ما يتعلق زي ما قلنا باللقاءات، اللقاءات مع الجانب الأمريكي، وزير الخارجية، وزير الدفاع، النواب الجمهوريين في مجلس النواب، أصدقاء مصر في مجلس النواب ومجلس الكونجرس، ورجال الأعمال الأمريكيين. المناقشات مع الإدارة الأمريكية ومع الكونجرس كانت في إطار العلاقات المصرية الأمريكية، العلاقات الاستراتيجية الحقيقة ما نقدرش نقول عليها غير كده. سفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أنه في اللقاءات كمان كان في تناول مهم لموضوع سد النهضة. الرئيس أكد على حق مصر الثابت في المية، أكد على حق مصر الثابت في أنها يبقى في إلزام لأثيوبيا أنها تعمل اتفاق قانوني ملزم مع مصر ومع السودان. الأهم أنه كان في هذا الاهتمام اللي احنا شفناه من النواب سواء جمهوريين أو ديمقراطيين بتأييد حق مصر، لأنه الحقيقة القانون الدولي، الاتفاقيات الدولية كلها بتأييد الحق المصري، فكان في تأكيد على تأييد هذا الحق المصري في اللقاء مع النواب وفي اللقاء كمان مع وزير الخارجية ومع الإدارة الأمريكية. لأنه أنا أعتقد أنه طول الوقت إحنا شايفين أن ده موقف أمريكي ثابت، صحيح ما شفناش تحرك على الأرض لإلزام أثيوبيا لغاية دلوقتي بأنها تاخد هذه الخطوة اللي لازم تاخدها الحقيقة، ما فيش مفر من كده، لكن الموقف الأمريكي موقف ثابت بأنه لابد من التواصل إلى اتفاق قانوني ملزم. الحقيقة النواب كمان والإدارة الأمريكية سواء وزير الخارجية أو وزير الدفاع أكدوا على العلاقات الاستراتيجية مع مصر، سواء في الجانب الاقتصادي، في الجانب التجاري، في الجانب الأمني، في العلاقات الحقيقة المتميزة جدا كمان على مستوى وزارة الدفاع، وتأكيد على أن مصر، وده الحقيقة، هي رمانة الميزان في المنطقة، هي المنطقة التي أو البلد التي تحفظ لمنطقة الشرق الأوسط استقراره. وإحنا شوفنا منطقة الشرق الأوسط قد إيه فيها أزمات كتيرة جدا، من ليبيا لسوريا لليمن للبنان، الحقيقة أزمات كتيرة جدا، لكن مصر هي رمانة الميزان اللي بتحفظ هذا الاستقرار وتحافظ على هذا الاستقرار، وهناك تقدير أمريكي كبير جدا لده، عبر عنه النواب وعبر عنه الوزراء الأمريكان. في تقدير أمريكاني كمان مهم جدا لدور مصر، دور مصر في مواجهة الإرهاب، التجربة المصرية المهمة جدا في مواجهة الإرهاب، في القضاء على الأفكار المتطرفة، في نشر ثقافة السلام والتسامح والمساواة، المساواة سواء بين الجنسين الرجل والست، أو المساواة بين المسلمين والمسيحيين. نحن عندنا في مصر الحقيقة الكل سواسية، لا فضل المصري على مصري إلا بقدر ما يقدم الوطن، وما فيش فرق بين مصري والتاني، مصر بتشيع وتنشر هذه الثقافة كمان مصر. وشوفنا اللقاء اللي عمله الرئيس مع وزير الخارجية قبل ما يجي واشنطن بيومين، أعلنت اتفاقية حقوق الإنسان والاتفاقية الوطنية أو المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان أطلقتها، ومصر ملتزمة بيها، ملتزمة بيها على كل الاتجاهات. وشوفنا الحوار الوطني، والحقيقة هنا في وسائل الإعلام الأمريكية كلها في تقدير كبير جدا للحراك المصري فيما يتعلق بالحوار الوطني وفيما يتعلق بحقوق الإنسان وفيما يتعلق بالقرارات المتتالية اللي شفناها طول الأيام اللي فاتت بالإفراج عن المعتقلين، وكان في تأديل لده في واضح كمان في لقاء النواب وفي لقاء الوزراء والمسؤولين الأمريكيين. التأكيد على أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، العلاقات المصرية الأمريكية لابد أن تحظى بدفعة قوية إلى الأمام، لأنه الحقيقة اللي احنا شفناه كمان من كل المحررين الأمريكيين اللي اتكلموا عن القمة الأمريكية الأفريقية، أن أمريكا في ثلاث دول هي الثلاث دول الكبيرة في أفريقيا اللي أمريكا مهتمية أن يبقى في علاقات قوية، هي بالفعل في علاقات قوية، مصر، جنوب أفريقيا، نيجيريا، لكن مصر طبعا في المقدمة، مصر بوابة أفريقيا الرئيسية، وأمريكا حريصة على هذه العلاقات فيما يتعلق بالشق الثنائي وفيما يتعلق حتى بالفكر الأمريكي الجديد لدفع العلاقات الأمريكية الأفريقية إلى الأمام.
دي كانت مشاركة مهمة فيما يتعلق بالجانب الصناعي، فيما يتعلق بالقمة الأفريقية. زي ما قلنا مصر ليها الريادة، مصر من وقت رئاستها الاتحاد الأفريقي أعلنت عن رؤية واضحة لقيادة الاتحاد الأفريقي ولقيادة أفريقيا، وزي ما قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي للرئاسة في لقائه معانا رجال الصحافة والإعلام اللي موجودين هنا الحقيقة مرافقين لزيارة السيد الرئيس وبيقوموا بتغطيتها لكل وسائل الإعلام المصرية. سفير بسام راضي أكد أنه الرئيس كمان في كلمته النهاردة قدام قمة القادة اللي مشاركين في القمة الأفريقية الأمريكية، أكد على رؤية مصر الثابتة، رؤية مصر الثابتة بأنه أفريقيا لابد أن يتم دمجها في الاقتصاد، لابد أن يتم دمجها في الاقتصاد العالمي، لابد أن تحظى على نصيبها الحقيقي والمفروض من الاستثمارات، من التدفقات المالية في الاستثمارات. لابد زي ما مصر بذلت جهود كبيرة في أنها تحاول أنها تعمل المنطقة الحرة للتجارة بين الدول الأفريقية، تسهيل التجارة بين الدول الأفريقية كمان، ده لابد أن ينعكس في العلاقات الأفريقية الأمريكية، لابد أن يظهر هذا في هذه العلاقات على المدى القصير وعلى المدى الطويل. الرئيس أكد كمان في كلمته زي ما السفير بسام راضي قال على الثوابت المصرية، الثوابت المصرية بأن أفريقيا احنا شفنا في موضوع المناخ زي ما شفنا في قمة شرم الشيخ، أفريقيا أكبر دولة تضررت من موضوع المناخ، أمريكا تاني أكتر دولة أثرت بالسلب في موضوع المناخ، فلابد أن يكون هناك هذا التعويض العادل لأفريقيا، لابد أن يكون هناك هذا التعاون بين أمريكا وأفريقيا من أجل تجاوز هذه الأيام الصعبة فيما يتعلق بموضوع المناخ. كمان كان في تأكيد على التعاون بين الدول الأفريقية وأمريكا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، مش بس التعاون الاقتصادي والتجاري، وكمان التعاون في كل المجالات. أعتقد أنه المشاركة المصرية كالعادة كانت مشاركة ناجحة جدا، وكانت مشاركة مصر عبرت فيها عن دورها الريادي والقيادي في أفريقيا للوصول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية لما يحقق المصالح الشعب المصري، وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الأفريقية بما يحقق مصالح الدول الأفريقية. نطلع فاصل ونروح لفقرتنا الثانية. شراكة استراتيجية امتدت عبر عقود بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، نجحت هذه الشراكة في تحقيق المصالح المشتركة للدولتين والحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار الدولي والإقليمي. وترى واشنطن في مصر ضامن أساسي للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك لما تمتلكه من علاقات متوازنة بين جميع الأطراف في المنطقة. تشمل العلاقات الثنائية تعزيز الشراكة القائمة من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي القمة المصرية الأمريكية والتي أقيمت على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للمناخ لتعزيز ذلك التعاون المشترك. تأتي أهمية مصر في تحقيق استقرار المنطقة العربية، وذلك من خلال لعبها دور الوسيط الرئيسي في حل النزاعات الإقليمية. ومن الأمثلة على ذلك دور مصر بالتوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، والسعي للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية. تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا منذ سبعينات القرن الماضي، إذ تعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر، وتحتل مصر المرتبة 52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة على الصعيد التجاري. فقد وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي نحو 9.1 مليار دولار، جاءت بها حجم الصادرات المصرية 3.3 مليار دولار، فيما بلغت الواردات نحو 5.8 مليار دولار.
وعلى المستوى العسكري شهدت العلاقات تطورا نوعيا خلال السنوات الماضية، خاصة في مجال التسليح والتدريب. واتسمت العلاقات بالتعاون المشترك خاصة بعد عودة أضخم مناورة عسكرية بين مصر والولايات المتحدة عام 2017، والتي تعرف بمناورات النجم الساطع بعد توقف دام 8 أعوام. هاني النحاس، كلمة السر. الحقيقة احنا اخترنا ان احنا نبدأ تغطيتنا مع الجالية وهي بتستقبل الرئيس السيسي عند وصول واشنطن مقر الإقامة. احنا تعودنا في كل زيارات الرئيس ان الجالية المصرية الحقيقة بتيجي من كل الولايات، بتيجي نيويورك، بتيجي واشنطن، بتيجي اي مكان الرئيس بيزوره علشان تبقى في استقباله، علشان الناس دي بتحب مصر، والناس دي يعني وصول الرئيس عندهم بيبقى يوم عيد الحقيقة. خلونا نتكلم مع ناس من الجالية ونشوف فرحتهم بزيارة الرئيس السيسي لواشنطن. أهلا بيك. أهلا وسهلا. محمد فؤاد، أنا مواطن مصري مقيم هنا في أمريكا بقالي حوالي 15 سنة، وطبعا الجالية المصرية كلها جاية النهاردة بالدعم الرئيس السيسي وبالدعم الدولة المصرية في حضوره هنا للمؤتمر الأفريقي الأمريكي للتنمية. وطبعا احنا كلنا ورا الدولة المصرية احنا حاسين طبعا ان في غلاء، ولكن الغلاء ده موجود على مستوى العالم، واحنا بندعم الشعب المصري الاصيل اللي هو فعلا واقف وراء القيادة بتاعته وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان شاء الله هتمر الازمة دي على خير. واللي انا شايفه بعد الانجازات اللي بيعملها الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء في الانشاءات او في المصانع او في الطرق او في الكباري، الحاجة دي كلها عبارة عن نهضة جديدة لمصر وبناء الدولة المصرية الجديدة. انت اول مرة تيجي في استقبال الرئيس في زيارة لي؟ لا والله، انا في كل مرة الرئيس بيجي هنا بكون مصر ان انا اكون موجود، وطبعا ده لحب مصر وحب للرئيس السيسي وباقتناع الكامل ليه، لانه هو ماشي على الطريق الصحيح، ولازم كلنا ندعمه سواء هنا في واشنطن او في اي مكان في العالم. وبشكر الشعب المصري الاصيل اللي هو متحمل كثيرا هذه الفترة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو مقتنع بيه وباللي هو بيعمله، وان شاء الله الشعب المصري والرئيس السيسي، لان هو مش هيقدر يعمل كل حاجه لوحده، فلازم الشعب يقف معاه وكلنا نقف معاه. اسمك ايه؟ ربيع فرج محمد جبريل. عايش فين يا ربيع؟ انا عايش في نيويورك هنا بقالي 40 سنه هنا، كنت كهربائي لاسلكي ولاسلكي شغال برضه في الجيش اللاسلكي برضه هنا، وطلعت عن معاش دلوقتي. وبشكر يعني الرئيس ان جاء وجاي نستقبله، ونشكره كتير يعني على الخير اللي عمله. يعني نزلت ما كانش مصر كده، فعلا مصر ما كانتش كده الاول، كباري وشوارع ماشيين مرتاحين يعني الحمد لله. انا جد مدنة عريف، كنت عريف هناك، كنت في الجيش الثاني تبع فؤاد عزيز غالي الله يرحمه، والقمصي والمشير احمد اسماعيل، قولي معاهم النشال، وكان السيده شهان السادات الله يرحمها وعائشه راتب، كل دول كانوا قابلونا وصورنا مع بعض. انا في الجيش الثاني تبع الفرقه 13 24. اهلا بيك ومصر معاك. بشجع الرئيس على الجيش وريحونا وناخد معاش وريحنا كل حاجه، يعني باخد معاشي هنا، وبرضه مش ناسينا في المعاش بتاع الميداليا اللي حصلت عليها، يعني دي تقدير فوق دماغنا من فوق السيد الرئيس، يعني عمل مجهود كتير. كتر خير ده، هو خد مصر مبهدلة، اذا ننزل ما نعرفش نمشي، بس كتر خيره والله معاه، كلمه واحده ربنا معاه. مصر دي احنا النهارده مش جايين نقول للسيسي احنا بنأيدك، احنا جايين نقول لامريكا وبايدن والحكومه الامريكيه
احنا بنحب السيسي وبنأيد السيسي وبنأيد خطوات السيسي، لان السيسي عارف ان احنا بنأيده، لكن احنا بنقول للحكومة الامريكية عشان تعرف وتعي ان مصر وان السيسي مش لوحده، السيسي وراه 100 مليون مواطن مصري. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. انت في نيويورك من امتى يا سهيل؟ 25 سنه تقريبا. انت كنت في استقبال الرئيس في زيارات قبل كده؟ طبعا في كل زياره باجي الحمد لله، وفي انتخابات برضه. الزياره دي فرقها ايه بقى؟ لا فرقها حب لي وللبلد وللمصريين كلهم، بنقول لهم احنا معاكم وراكم ودايما في ظهركم، كلنا وطنيين، كلنا بنحب مصر وفي حب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا يوفق السيسي يا رب ويعينه، يعينه، المسؤوليه كبيره وثقيله ولازم المصريين يتحملوا الغلا ده في العالم كله، وهنا كمان في غلا، حتى اللي بياخدوا برضه مش قادرين يصدوا في الغلاء وفي كل حاجه، يعني مش انتوا لوحديكم، العالم كله بسبب الحرب اللي في اوكرانيا، فنستحمل ونصبر شويه ان الله مع الصابرين. اسمي هاله رياض، بقالي هنا 30 سنه والحمد لله، يعني ربنا وفقنا بالحبايب والمصريين دول كلهم، واحنا بنقول للرئيس احنا معاك وراك، ويا ريت كل الناس تقف معاه وتسند الرئيس، لان ما ينفعش فعلا يعمل اي حاجه لوحده، لازم بحبنا احنا وتشجيعنا احنا. جايه من نيويورك، احنا بقالي 15 سنه في امريكا، وكل زياره للرئيس لازم نبقى موجودين، حتى لو جفز الفجر بنبقى موجودين، لان لازم ندعم بلدنا ندعم رئيسنا، وربنا يوفقه، وان شاء الله ان شاء الله كل سنه في الزياده، وربنا يحمي مصر ويخلي مصر تحيا مصر، تحيا مصر. انا الحقيقه بشوف انه زياره الرئيس بتبقى بالنسبه لكم كانها يوم عيد، مش كده ولا ايه؟ اكيد بالظبط طبعا. نبيله رمزي، انا باجي من 98، عايزه اتصور، اديلي فتره كبيره 25 سنه. لازم نديله مرتبطه بمصر لسه؟ طبعا طبعا، مصر ام الدنيا، مهما رحنا ومهما جينا مصر امنا. نادية سعد، انا طبعا من نيويورك، وباجي كل زياره للرئيس عشان ناكد دعمنا للرئيس والبلدنا، وعايزين نقول كلمة لمصر كلها والمصريين، اصبروا إن الله مع الصابرين. الدنيا كلها في مشاكل بسبب الحروب، والحروب دي يعني كانت على العالم كله مش على مصر بس، يمكن مصر أحسن وضع شوية عن هنا، يعني إحنا كمان هنا هو في مشاكل والغلاو وكل حاجة، فإحنا إن شاء الله مصر هتبقى أحسن وأحسن كل مرة. وطبعا كل مرة الرئيس بيجي هنا هو بيبقى جايب انجازات اكتر واحسن بكتير من كل مره، حاجات احنا نفسينا بنبقى مش مصدقين ان احنا شفناها فعلا. انا نزلت بعد 13 سنه مصر، شفت مصر حاجه تانية خالص، فان شاء الله ربنا يقويه ويطول في عمره ان شاء الله. احنا كلنا مصريين وكلنا جايين من نيويورك عشان خاطر الرئيس السيسي، واخد بال حضرتك، وبلدنا كلها طيبين وناس كويسين، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرهم ان شاء الله ان شاء الله. صفاء عبد الرحمن، WHO منظمة الصحة العالمية، طبعا كلنا جايين عشان خاطر ان احنا نحيي السيسي، وطبعا يعني كل الانجازات اللي بيعملها لنا دي حاجه كتيره قوي قوي، من اول الهمم اللي هم الاطفال بتوع الهمم والرجاله، اهتم بيهم جدا. بدعي له من قلبي، انا بحس ان هو ابني بصراحه، يعني انا بدعي له كانه ابني بالظبط، هو ابني فعلا، وبتمنى له كل نجاح، وهو هينجح ان شاء الله، وربنا كده معاه،
ومش هيسيبه ابدا ابدا ابدا. واللي متغاظين منه واللي بيكدهم كلهم هيقعوا في بير عميق ان شاء الله ان شاء الله. فتحيا مصر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اهو من الرجال الذين صدقوا وعدوا وعاهدوا الله ونفذوا. انا بقالي 35 سنة في امريكا، كل سنة بنزل مصر مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف. مصر بقت اوروبا، مصر اتغيرت تغيير تام بفضل فخامة الرئيس، بفضل ربنا وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يقويه ويديله الصحة ويشوف مصر دايما في أحسن البلاد وفي أحسن يا رب. احنا كل زيارة للرئيس بنيجي هنا لأن احنا بنحب قوي نشجعه، لأنه هو اتطور في البلد كتير، ومن أيام اللي حصل الهيصة والفوضى النهاردة الكهرباء شغالة على طول على طول، والعشوائيات اللي صلحها والكباري كتير والطرق وكله عمل مجهود كتير. جايين منين بقى؟ احنا جايين مصر. المجموعة اجمل. بصوا الجماعة دي، انا عايز كل الكاميرا تجيب الناس بتوعنا دول، لان دول احسن ناس واحسن جالية في الدنيا، هي جالية نيويورك ونيوجيرسي، اللي جايين من اخر الدنيا عشان يقابلوا رئيسهم، يقابلوا رئيسهم، وجايين هنا على حسابهم، وكل الناس جايه من جميع الولايات عشان جايه ترحب بالسيد الرئيس. فاحنا فعلا فعلا فخورين بجاليتنا المصريه. النهارده بنقول كلمه لرئيسنا، احنا معاك يا ريس، معاك وبنساعدك وبنساندك، احنا حاسين باللي انت فيه، حاسين بالنار اللي انت فيها. الشعب المصري والجاليه المصريه في نيويورك كلها بتحييك. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. احنا بنحبك يا ريس. السيسي عمل مدينه المنصوره الجديده، عمل مدن جديده. ربنا يوفقك يا ريس، ربنا يوفقك يا ريس. احنا في ظهرك كلنا، كل الشعب ده كله جاي من جميع الولايات عشان يقف في ظهر السيسي. تحيا السيسي، تحيا السيسي، تحيا السيسي، تحيا السيسي، تحيا السيسي. ايه بقى اللي بيحصل في مصر دلوقتي؟ بيحصل حاجات كويسه، بيحصل اعمار وتعمير والله اللي بيحصل في مصر. انا جايه من مصر ما شاء الله على الانجازات اللي عملها في اسكندريه. روح العجمي، روح شوف المحور عامل فيه ايه، ما شاء الله على الانجازات والتوسعات، ما شاء الله. الساحل، الغردقه، باب طلعه المحموديه، ما شاء الله. توسعات لا تتخيل، اقسم بالله. مساكن لغى العشوائيات خالص، لغى العشوائيات وقطع مساكن للناس اللي ما كانش عندها اسكان. الشعب المصري احسن منه والله، ما شاء الله عليه. ما بيفرجش يعني النهارده حتى لو احنا ما شفناهوش، بس احنا قلبنا معاه، بنقول له ربنا يخليك ويحميك لمصر يا رب. ربنا يحميه ويحافظ عليه يا رب. احنا بنحب السيسي جدا جدا، ربنا يخليه لمصر كلها والله. الاسم الشعب المصري ده السيسي رئيسي، وعمره هيفضل طول عمره رئيسنا. الحمد لله، بلد حلوه. اسكندريه كانت محتاجاه. اسكندريه بقت خطيره، كل ما بننزل بنلاقي تغيير تغيير تغيير. انجازات والله ما تتخيلها. روح المحور اللي في العجمي وانت رايح على العجمي كده، ما شاء الله. توسعات لا تتخيلها، يعني لا تتخيل انجازات اللي عملها. درعة المحمودية ما بقاش، الكباري ما شاء الله على الكباري، ايه التوسعات دي؟ انا عربية اولا وفلسطينية ثانيا، احيي الشعب المصري كله، كلهم حبايبي، كلهم اصحابي، والف تحية للرئيس السيسي حقيقي. وبعدين اما حد بيقول، اما في حد بيقول، لما حد يقول في غلو في مصر، الغلو ده على العالم كله مش على مصر بس، حقيقي. حاسين بيه هنا صحيح؟ حاسين بيه في كل مكان. مبادرة العربيات الجديدة ده استفدتوا منها؟ دخلتوا عربيات؟ طبعا. الحمد لله. عربيات الحقيقه احنا بنتشرف بالسيسي وقراراته
وكل حاجة جميلة عملها، عمل حاجات يا رب ربنا يوسعه. وتحيا مصر، تحيا مصر، يحيى السيسي، يحيى رئيسنا، تعيش مصر وخانة. انت اسمك ايه؟ مصر ابراهيم مستقلنا. وانت؟ ما هناء، هناء عبد الملك مراته من المنيا، عايشين في بروكلين. المنيا دي بلدي على فكرة. جميلة. ايه بقى مصر؟ بتشوفوا اللي بيحصل في مصر وعارفين اللي بيحصل في مصر؟ اه طبعا بنشوف. عارفين اللي حصل في المنيا ولا؟ اه طبعا. هو مصر ام الدنيا طبعا. احنا بنتباع ان احنا مصريين وفي كل حتة وراك يا ريس. ودي اول مرة تيجوا تستقبلوا الرئيس ولا؟ اه اول مرة نيجي. بس كل سنة لازم ننزل مصر، كل سنة لازم ننزل مصر بلدنا طبعا. بس اول مرة حاسين بايه بقى وانتوا بتستقبلوا الرئيس لاول مرة؟ براحة، راحة نفسية بصراحة. انا نفسي بصراحة ان انا يعني اشوفه من قريب واسلم عليه، يعني الواحد يتمنى. اه الحقيقة هي دي مصر، وهم دول المصريين في كل مكان، في كل مكان بيحبوا بلدهم، ما بينسوش بلدهم ابدا، في كل مكان فرحانين ببلدهم، ما بيصدقوا ان يبقى فيه زيارة زي دي موجود فيها رئيسهم، رئيسنا كلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، علشان ييجوا يعبروا عن حبهم لبلدهم. بيعبروا، بييجوا من كل الولايات على فكرة، بيقطعوا مسافات طويلة وبيسافروا علشان ييجوا يقولوا تحيا مصر ويحيا الرئيس السيسي، عشان ييجوا يقولوا احنا مع مصر وهنفضل مع مصر، عشان ييجوا يقولوا للمصريين اللي موجودين في مصر احنا معاكم وهنفضل معاكم، ومصر هتفضل بلدنا كلنا، ومصر هتفضل كبيرة وهتفضل ناجحة، وهتفضل بولادها اللي موجودين جوه مصر وولادها اللي موجودين هنا بره مصر، هتفضل مصر الكبيرة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. القمة الأمريكية الإفريقية هي الثانية من نوعها، وتأتي بعد ثمانية سنوات من الأولى، والتي عقدها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2014. تناقش القمة الحالية ضخ استثمارات أمريكية جديدة في القارة السمراء، إضافة إلى بحث ملف الأمن الغذائي الذي تراجع جراء الحرب في أوكرانيا، فضلا عن أزمة المناخ وقضايا الديمقراطية والحوكمة. وتهدف القمة في واشنطن إلى دفع الأولويات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وتوفير فرصة لتعزيز وتركيز إدارة بايدن على التجارة والاستثمار في إفريقيا، وتسليط الضوء على التزام أمريكا بأمن إفريقيا. تأتي الزيارة في سياق التنافس الدولي من جانب القوى الكبرى على بناء وتقوية الشراكات مع القارة الإفريقية، وهو ما انعكس في العديد من القمم التي جمعت الدول المتقدمة والبارزة اقتصاديا مع إفريقيا، مثل القمة الروسية الإفريقية التي عقدت مرتين من قبل في عام 2019 وفي يونيو الماضي، وكذلك القمة الصينية الإفريقية والقمة اليابانية الإفريقية والقمة الهندية الإفريقية والقمة الأوروبية الإفريقية وغيرها من القمم التي تعكس أهمية وحيوية القارة السمراء بالنسبة لهذه الدول، وتسعى لتقوية علاقاتها معها. وتتطلب القمة الأمريكية الإفريقية بلورة رؤية إفريقية موحدة وتحقيق التوافق بين السياسات المختلفة للدول الإفريقية، وهنا تبرز أهمية الدور المصري في تعزيز استراتيجية حشد الدعم الدولي لإفريقيا وتغيير المعادلة القديمة التي كانت تربط إفريقيا بالعالم، القائمة على أن إفريقيا مجرد سوق لتصريف منتجات وسلع الدول الكبرى ومصدر للمواد الخام، لتتحول إلى معادلة جديدة قائمة على تحقيق التنمية والازدهار والتمكين الاقتصادي وزيادة إسهام الدول الكبرى في تحقيق التنمية في إفريقيا وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية. We'll be right back.
اهلا بكم معنا مره تانية في تغطيتنا الخاصه من واشنطن للقمه الامريكيه الافريقيه وزياره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومعانا ضيفتنا وضيفتكم هبه القدسي مدير مكتب الشرق الاوسط في واشنطن والخبيره الحقيقه في العلاقات الامريكيه الافريقيه. هبه اهلا بيكي معانا. اهلا بيك، اشكرك يا استاذ خالد. القمه دي اختيار توقيتها دلوقتي ليه؟ التوقيت مهم جدا لان من حيث الدلاله ايضا ومن حيث الظروف المحيطه ومن حيث الساحه الدوليه التي تتشكل فيها القوى الدوليه الجديده. القمه الامريكيه الافريقيه في عام 2014 في عهد الرئيس باراك اوباما تختلف كليه عن هذه القمه في عام 2022. الدول الأفريقية لم تعد هي نفس الدول الأفريقية منذ 8 سنوات. الظروف الإقليمية والجيوسياسية المحيطة بالقمة لم تكن كما كانت في 2014. الآن لدينا، نحن نخرج في أعقاب وباء كورونا، لدينا مشاكل في الأمن الصحي، في الأمن الغذائي، في تدخلات روسية باستغلال سلاح الحبوب والمحاصيل الزراعية التي تصدرها إلى الدول الأفريقية، واستغلال الروسي لهذا الأمن الغذائي كسلاح للضغط على الدول الأفريقية. ورأينا ذلك في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تردد عدد كبير من الدول الأفريقية في التصويت ضد العدوان الروسي على أوكرانيا. في خبرة كتير في النقطة دي تحديدا شافوا ان الدول الافريقية التي لم تصوت لصالح قرار ادانة الحرب ادت رسالة مباشرة لامريكا ان التواجد الامريكي في افريقيا تراجع او ضعف، ولم تعد امريكا بهذه القوة ولم تعد افريقيا شريكها الاول في المنطقة. نعم، كان هناك إحباط لدى الدول الأفريقية من تعامل الإدارة السابقة الأمريكية، تعامل إدارة الرئيس ترامب مع الدول الأفريقية وتصريحاته المسيئة التي يعني أثارت غضب الكثير من الدول الأفريقية. ما يحاول بايدن في هذه القمة عمله هو استعادة الثقة مرة أخرى في الولايات المتحدة كشريك استراتيجي موثوق به. إذا قارنا التجارة الأفريقية الصينية مقارنة بمستوى التجارة الأمريكية الأفريقية سنجد فارق شاسع كبير، لأن الصين استغلت هذا الفراغ وهذا التراجع الأمريكي في القارة الأفريقية ودخلت بقوة بسلاح الاستثمارات والمشروعات التجارية والبنية التحتية وأيضا سلاح القروض باشتراطات ميسرة للقارة الأفريقية، واستطاعت السيطرة على بعض المواني في شرق القارة وفي غرب القارة على المحيط الأطلسي، وهذا ما أثار قلق الإدارة الأمريكية بشكل كبير، لأن مستوى التجارة الأمريكية الأفريقية كان 64 مليار دولار العام الماضي مقابل 268 مليار دولار للتجارة الصينية الأفريقية، ناهيك عن التدخل الصيني التكنولوجي، وهذا يعني سيطرة تكنولوجية على وسائل الاتصالات التكنولوجية والبنية التحتية التكنولوجية، وهذا يثير أيضا مخاوف الاستخبارات الأمريكية. يعني خلينا نتكلم بوضوح، احنا دلوقتي في القمة دي بنتكلم او احنا بصدد صراع نفوذ امريكي روسي صيني، من هو الاكثر تواجدا في افريقيا، من هو الاقرب الى قلب افريقيا والى جيب افريقيا والى عقل افريقيا؟ بس عادة الولايات المتحدة كانت تنظر لافريقيا على انها منطقة مشاكل، منطقة صراعات، منطقة انقلابات سياسية وعسكرية، منطقة فساد، مستويات فساد عالية، إنما روسيا والصين نظرت على أنها منطقة غنية بالثروات المعدنية، منطقة فرص ومنطقة بكر للمشروعات. نعم، أصبحت الآن وكأن الولايات المتحدة استيقظت على واقع أن روسيا والصين أخذت مساحة واسعة من النفوذ داخل القارة الأفريقية،
وأيضا ما الاستراتيجية الأمريكية وضعت الصين بشكل خاص في قائمة المخاوف الأمريكية من هذا النفوذ، سواء الطموحات الصينية في بحر الصين وفي منطقة جنوب شرق آسيا، أو حتى الطموحات الصينية داخل القارة الأفريقية، وهذه السيطرة لإقامة قواعد عسكرية على مواني استراتيجية في جيبوتي على سبيل المثال، وفي مواني أخرى استراتيجية في غرب القارة. هذا شكل مخاطر كبيرة دعت أو دفعت الإدارة الأمريكية إلى إطلاق مبادرات كثيرة في كل المجالات تقريبا، مجال الصحة، مجال الزراعة، مجال الطاقة المتجددة، مجال الشباب والمرأة، 55 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة القادمة. وما يعني خلينا نتكلم في 55 مليار دولار، هل دول أمريكا هتصرفهم على مشروعات في أفريقيا زي ما أنت قلت في مجالات مختلفة، وهل هيتم صرفهم بدون شروط وقيود؟ أمريكا علمتنا دايما أو عودتنا دايما أنها ما بتصرفش حاجة من غير شروط. ده حقيقي، ده حقيقي، ولا يجب النظر أنها منحة أو أنها أموالا يعني تتدفق دون ضابط أو رابط أو دون ضغوط. الولايات المتحدة صراحة تريد إعادة نفوذها داخل القارة الأفريقية، تريد سحب البساط من كل من الصين وروسيا، تريد جذب القارة الأفريقية والقادة الأفارقة إلى المعسكر الأمريكي مرة أخرى. هذه المبادرات والأموال تبدو براقة، تبدو وعود جيدة، مبادرات في جميع المجالات، لكن الفارق هنا كما بدأنا في هذا الحديث أن الدول الأفريقية لم تعد كما كانت في السابق، وبالتالي هناك تصريحات من قادة أفارقة كثيرين حول أنه لن يستجاب لأي ضغوط أمريكية، ولن تقع القارة الأفريقية في خيار ما بين معسكر شرقي ومعسكر غربي. ومن حق كافة الدول النظر إلى أولوياتها الاقتصادية والجيوسياسية والاتجاه شرقا أو غربا كيفما يتراءى لمصالحها الأمنية القومية. يعني كمان أنا شفت معظم المحللين والخبراء هم بيتكلموا عن القمة دي، بيتكلموا عن أن أمريكا لازم تفوق شوية، أن أمريكا لم تعد الأب ولا يجوز أن تتعامل مع أفريقيا بهذا المنطق الأبوي، ده حقيقي؟ أعتقد أن الأمور يعني حدث نوع من الحلحلة إلى حد ما، لأن هذا الصراع رغم أنه يبدو صراعا تنافسيا بين قوى كبرى، لكنه يفسح المجال ويفتح الباب أمام القادة الأفارقة لوضع اشتراطاتهم الخاصة، وبالتالي سيكون الاختبار الحقيقي للولايات المتحدة هو القدرة على تنفيذ هذه المبادرات وهذه الأموال، وما أعلنه الرئيس بايدن في خطابه يوم الأربعاء عن إقامة منطقة حرة أمريكية أفريقية باستثمارات 3.4 تريليون دولار. هذه ستكون أكبر منطقة حرة على مستوى العالم، وبتوقعات لنمو ديموغرافي داخل القارة الأفريقية يتجاوز ربع سكان العالم بحلول عام 2050، وبالتالي الفرص موجودة، التنافس على إمكانات القارة الأفريقية موجودة. ويمكن هنا يعني لابد الإشارة أن مصر لديها باع طويل وموقع استراتيجي حقيقي كبوابة للقارة الأفريقية، ومن خلال اتفاقات كوميسا واتفاقات الكويز واتفاقات أخرى عديدة ثنائية وإقليمية، أن تكون لها نصيب الأسد ونصيب كبير في تنفيذ، أن تكون وسيطا في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة مع التحسن الجيد والإيجابي في العلاقات المصرية الأمريكية. يعني الكلام أنه وسط القمة الأفريقية، خلينا الأول نتكلم عن مستوى الحضور من القادة الأفارقة، شايفها إزاي؟ أعتقد أن 49 من قادة ورؤساء حكومات القارة الأفريقية هو حضور جيد للغاية. غاب عن القمة حوالي 5 دول، السودان وبوركينا فاسو وإريتريا ودول أخرى،
نتيجة اضطرابات سياسية أو عدم وجود علاقات دبلوماسية مثل إريتريا مع الولايات المتحدة، لكن غياب 5 دول لم يؤثر على فاعليات القمة. المعيار هنا يعني كما قال رئيس الاتحاد الأفريقي ليس مجرد دعوة 3 أيام تخرج منها مبادرات براقة ووعود جيدة وتصريحات بمليارات وملايين ومبادرات للشباب والمرأة ومنتديات وشراكات بين شركات. المهم هو تنفيذ المعيار، والمحك الحقيقي هو مدى سرعة الولايات المتحدة ومدى استغلال هذا الثقل وتنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع. بنتكلم عن 49 من القادة شاركوا في القمة دي، لكن كان في كلام ان في 3 دول تحديدا هي الدول الأكثر تأثيرا، وان في الإدارة الأمريكية بتولي أهمية خاصة للدول الثلاثة دول، مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا. شايفة ده ازاي؟ نعم، نيجيريا من الدول الكبرى في الغنية في إنتاج النفط، والغنية أيضا في إنتاج المعادن، ولديها مشاكل سياسية كبيرة، وبالتالي كان هناك بالفعل لقاءات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ومجموعة من قادة الدول الأفريقية، ومن أبرزهم نيجيريا وجيبوتي والصومال وإثيوبيا ودول أخرى. وكان أيضا هناك لقاء بين وزير الخارجية أنتوني بلينكين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وهذا يثبت ثقل مصر وأهمية نيجيريا كدولة مصدرة للنفط في خضم هذه الأجواء المثيرة للقلق حول أسعار النفط ومصادر الطاقة. وأيضا جنوب أفريقيا باعتبارها من الدول المؤثرة سياسيا بشكل كبير في الاتحاد الأفريقي. بالفعل هذه الدول الثلاث تستطيع أن تشكل وتؤثر في إجراء نوع من الترابط القاري، وفي استغلال ما أعلنته الإدارة الأمريكية من مبادرات حتى يمكن تنفيذها على أرض الواقع، سواء مصر في شمال القارة أو جنوب أفريقيا في جنوب القارة. احنا شفنا بلينكين من 3 شهور كان بيعلن عن الاستراتيجية الأمريكية لجنوب الصحراء. أهم بنود الاستراتيجية دي وإيه علاقتها باللي بيحصل النهاردة في القمة الأمريكية الأفريقية؟ هي العنوان الرئيسي لهذه الاستراتيجية التي أعلن عنها بلينكين لجنوب الصحراء هي تتعلق بإعادة النفوذ الأمريكي. هذا هو العنوان الرئيسي، وإعادة النفوذ هنا من خلال المشروعات الاقتصادية ومشروعات الطاقة المتجددة، وأيضا ما يتعلق برغبة الولايات المتحدة في حماية القيم والمبادئ الحكم الرشيد وفي تحقيق نوع من الاستقرار. يعني الرؤية أن أفريقيا والدول الأفريقية دائما تصدر المشاكل، وهناك مخاوف من إرهاب جماعات متشددة مثل بوكو حرام، مثل حركة الشباب. نفوذ هذه الحركات المتشددة وتقليص نفوذ الإرهاب وما بين الدفع بالقيم الديمقراطية والحكم الرشيد والتفعيل يعني مساعدة القادة على إدارة انتخابات شفافة وحكيمة ونزيهة وتقليص أي فرص لانقلابات سياسية حادة وتقليل مستويات الفساد إلى حد كبير، وأيضا ما يتعلق بالمصالح الأمريكية من خلال الدخول في شراكات اقتصادية وتجارية. وهناك مطالب على الجهة الأخرى من القادة الأفارقة بمبادلة الديون الأفريقية بمشروعات تساعدهم على مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي من ضعف المحاصيل، من الفيضانات، من التصحر، ومشاكل كثيرة يعني تتحمل القارة الأفريقية هذه الأعباء نتيجة قيام الدول الغنية بتلويث البيئة وبانبعاثات الكربون. يعني احنا بنتكلم ان افريقيا تقريبا نسبة مساهمتها في الانبعاثات احنا ما بنتكلمش عنها 3% بالضبط او اقل،
في الوقت اللي امريكا هي تاني اكتر مسبب للتلوث بعد الصين، دلوقتي بعد الصين، يعني هي والصين بيتنافسوا على المركز الاول في التلوث. فهل في القمة دي امريكا عندها الرغبة الحقيقية؟ احنا شفنا في قمة المناخ في شرم الشيخ من ايام مش كتيرة، والقمة النهاردة الامريكية الافريقية، هل امريكا عندها الرغبة الحقيقية في انها بالفعل تعوض القارة الافريقية عما سببته لها من مشاكل خصوصا في موضوع المناخ؟ الموضوع مكافحة التغير المناخي من اولويات اجندة الرئيس بايدن، لكن كيف سيتم، يعني لن تتراجع الشركات الأمريكية النفطية والعاملة في مجال الوقود الأحفوري عن أرباحها وعن يعني التنقيب عن الوقود الأحفوري، رغم بعض المبادرات من شركات كبرى أمريكية في التوجه إلى الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، طاقة الرياح والشمس وغيرها وطاقة الهيدروجين. لم يتم التطرق بشكل موسع حول الطلب الأفريقي لمبادلة الديون الأفريقية بمشروعات استثمارية في مجال مكافحة التغير المناخي، لكن في كوب 27 أعلن الرئيس بايدن عن مبادرات لمساعدة الدول الأفريقية، وأعاد هذه التصريحات أيضا خلال يوم الأربعاء في كلمته أمام القمة. ويبدو أن هناك رصد أو تخصيص لأموال كبيرة للقارة الأفريقية، لأن المشكلة أن الدول الغنية سواء الولايات المتحدة أولا أو ثانيا والصين أولا أو ثانيا وأيضا الاتحاد الأوروبي هي الدول الغنية الأكثر تلويثا للبيئة، ومن يتحمل عبء هذا التلويث للبيئة وعبء هذا التغير المناخي هو الدول الأفريقية. وهناك مخاطر أعرب عنها منظمات داخل الأمم المتحدة عن ارتفاع درجة الحرارة درجة ونصف، على ارتفاع مستويات سطح البحار بمستويات قد تؤدي إلى غرق العديد من المناطق الساحلية. وبالتالي التحرك السريع، يعني الطموحات عالية، الرغبة في الطموحات عالية، الرغبة حقيقية، الرغبة موجودة فعلا، الرغبة موجودة، لكن المحك هو التنفيذ دائما. المحك هو التنفيذ اللي شايفاه في القمة دي، ان امريكا عندها رغبة حقيقية في التنفيذ؟ اعتقد لان الان الحافز الرئيسي للولايات المتحدة هو دخول الصين. اذا لم تشغل الولايات المتحدة هذه المساحة من الإمكانات لدفع القارة الأفريقية لاستغلال ما لديها من إمكانات لمواجهة التغير المناخي، فستقفز الصين لاستغلال هذه الإمكانات. فما دام لديك منافس قوي وشرس وقادر، سيكون لدى الولايات المتحدة حافز قوي على التحرك بشكل سريع. أعتقد أن كمان الوجود الروسي في أفريقيا حتى على المستوى العسكري، كمان وجود روسي قوي ومؤثر جدا، يمكن أكتر منه على المستوى الاقتصادي أو على المستوى السياسي. هل ده ما بيثيرش مخاوف أمريكا بنفس القد اللي بيصيروا لديها المخاوف من الصين؟ الأطماع الروسية في أفريقيا بتعتمد على مستويات الفساد العالية وعلى وجود انقلابات عسكرية مستمرة ومتوالية، وبالتالي سوق جيد لبيع الأسلحة الروسية. وأيضا هناك ميليشيات أو المرتزقة فاغنر الروسية التي تعمل على سبيل المثال في ليبيا. لكن مخاطر هذه الصفقات العسكرية والمرتزقة الروس من جماعة فاغنر في شمال القارة أو في جنوب القارة، عند مقارنتها بالطموحات الجيوسياسية للصين والسيطرة على مواني استراتيجية والدخول بقوة بسلاح القرود وسلاح المشروعات البنيوية والبنية التحتية، ستجد أن الصين تأثيرها أكثر خطورة. إحنا دلوقتي تقريبا حطينا إيدينا مع بعض على ثلاث قوى عالمية بتحاول بكل شكل من الأشكال إنها تتواجد داخل أفريقيا.
انها تؤثر في افريقيا وانها تقود القارة الافريقية. لكن اعتقد انه النبرة اللي بيتحدث بها القادة الافارقة الان اعتقد انها ليست نبرة التابع. ان افريقيا بقى عندها هذا الوعي المفترض ان من يتعامل معها يتعامل معها كشريك ولا يتعامل معها كتابع. بص، قبل انعقاد القمة قال البيت الابيض ومسؤولي الادارة ان رئيس بايدن سيتعهد بمقعد دائم للقارة الافريقية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وايضا انضمام للاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين. يعني هذا يعني نوع من المغريات للقادة الأفارقة، وهذا يثبت أن مرة أخرى أن القارة الأفريقية والدول الأفريقية والثقل الجيوسياسي للقارة الأفريقية في عام 2014 مختلف تماما عن هذا الثقل الكبير اليوم في عام 2022. إذا التزمت الإدارة الأمريكية بالفعل بهذا التحرك على المستوى الساحة الدولية في الأمم المتحدة بتوفير مقعد دائم للقارة الأفريقية وبانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين، هذا سيثبت أن الإدارة الأمريكية جادة في التعامل مع الدول الأفريقية كلاعب جيوسياسي مهم ومؤثر، خاصة إذا يعني أخذنا في الاعتبار حتى الشكل الكمي، عدد الدول الأفريقية الأعضاء في الأمم المتحدة يشكل الربع إن لم أكن مخطئة، وبالتالي هذا يشكل ثقل سياسي كبير. هذا أيضا يمنح القادة الأفارقة نوع من أوراق اللعب الجيدة في مغازلة الولايات المتحدة من طرف ومغازلة الصين وروسيا من طرف آخر، لكن أعتقد أن الخطر الأكبر هو التعامل بمستوى يعني المهم هو التعامل بمستوى قاري وفي إطار مظلة الاتحاد الأفريقي، لأن التعامل الفردي قد يؤثر سلبا على قدرة القارة بأكملها على التفاوض ككتلة لها وزن ولها تأثير. اللي انت بتقوليه ده كلام مهم، لكن هل على ارض الواقع القارة الافريقية بتتعامل ككتلة واحدة؟ هل القارة الافريقية بتتعامل كيان واحد بيتكلم بلسان واحد؟ لا يمكن انكار ان لدينا في القارة الافريقية مشاكل كثيرة، سواء في شمال القارة او في جنوب القارة. نشهد مشاكل في دولة مالي، صراعات ونزاعات عسكرية، صراع بين أثيوبيا وإريتريا، صراعات حول يعني خلافات بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، صراعات ومستويات فساد عالية في السنغال وفي الكونغو وفي عدد من الدول، انتخابات مزورة وتثير انتقادات كل المنظمات الدولية العالمية. وبالتالي لا يمكن إنكار أن لدينا مشاكل كثيرة داخل القارة الأفريقية، ستستغرق الكثير من السنوات حتى نصل إلى نوع من الوحدة على غرار الاتحاد الأوروبي مثلا، على غرار الاتحاد الأوروبي، على غرار حتى الشكل العام للجامعة العربية أو الشكل العام للجي سي سي مجلس التعاون الخليجي، لأن كلما تكتلت الدول تحت مظلة اتحاد يوحد مطالبها ويوحد مصالحها كلما كان لها ثقل أكبر على المستوى الدولي. الخطر هو أن تتعامل الولايات المتحدة بشكل فردي مع الدول الأفريقية. عايزين نتكلم شوية بقى عن العلاقات المصرية الأمريكية. يعني من المؤكد ان احنا بنشهد تحسن ملموس في العلاقات المصرية الامريكية، وهي علاقات على مستوى استراتيجي المفترض ومستوى قوي بيحقق مصالح الدولتين، وكان باين ده في زيارة نانسي بيلوسي الاخيرة في شرم الشيخ والقاء مع الرئيس السيسي، وزيارة بايدن والقاء مع الرئيس السيسي في شرم الشيخ، ومشاركة الرئيس السيسي النهاردة كمان في القمة الامريكية. شايفة ازاي مستوى العلاقات ومستقبل هذه العلاقات وما يمكن ان تحققه للبلدين؟
بص احنا احتفلنا العام الماضي بمرور 100 عام على العلاقات المصريه الامريكيه. لا النهارده كمان القاده الجمهوريين وهم في لقائهم مع الرئيس الصبح على الفطار كانوا حاطين يافطه 100 عام على العلاقات المصريه الامريكيه خلفيه لهذا اللقاء. مظبوط، وهذا يعني ان العلاقات على مستوى استراتيجي وعسكري وسياسي وتنموي وقاري ومتوسطي والعديد من المستويات التي تثمن هذه العلاقة بين الطرفين. اللقاء فالعلاقة الاستراتيجية علاقة قائمة، العلاقات العسكرية مثمرة للغاية وهناك تدريبات عسكرية مستمرة. التحسن في العلاقات الأمريكية المصرية يبدو إيجابيا للغاية ومعتمد على هذه الزيارات المتكررة وعلى التواصل الشخصي. حينما يستمع المشرعون في الكونغرس الأمريكي إلى الرئيس السيسي بشكل مباشر، وحينما يشرح الرئيس والوزراء المصريين الصورة الحقيقية لما تواجهه مصر من تحديات وما لديها من أجندة تنموية ومسؤوليتها تجاه الشعب المصري وتجاه مواجهة الإرهاب وتجاه توحيد الشعب ضد التحديات العالمية وتحمل المصاعب والتأثيرات السياسية لخلافات جيوسياسية بعيدة عن مصر مثل العدوان الروسي على أوكرانيا وتبعاته سواء من ناحية الأمن الغذائي أو من ناحية معدلات التضخم أو من ناحية يعني أسعار الفائدة، ولدينا اليوم إعلان للفدرالي الأمريكي عن زيادة في أسعار الفائدة، وبالتالي مصر تتحمل مشاكل جيوسياسية للقوى العظمى وليست طرفا فيها. وبالتالي توضيح هذه الصورة بأبعادها السلبية والإيجابية والطموحات المصرية بصورة مباشرة وبتواصل شخصي بين الرئيس السيسي وبين المشرعين الأمريكيين سواء أيضا الجمهوريين أو الديمقراطيين، هذا يعطي خلفية جيدة لكل مشرع وهو يتناول القضايا المصرية أو المساعدات الأمريكية لمصر أو أوضاع المنطقة العربية أو مناقشات المتعلقة بالاستثمارات، بمكافحة الإرهاب، بمكافحة التغير المناخي. هذا التواصل الشخصي مهم للغاية، ليس فقط على مستوى مسؤولي الحكومة المصرية ومسؤولي الحكومة الأمريكية، لكن أيضا على مستوى الإعلام الأمريكي. كلما فتحنا الباب لصحفيين أمريكيين يعني التغطية الصحفية عن الواقع المصري في الصحف الأمريكية ستجد أذانا صاغية من الأمريكيين. لا يوجد أمريكي ليس مبهورا بمصر والحضارة المصرية ولا يتمنى زيارة مصر، لا يوجد أمريكي واحد. يعني وعلى مسؤوليتي، على مسؤوليتك، أي أمريكي بيتمنى زيارة مصر؟ احنا شايفين كمان الموقف الأمريكي الحقيقة في صد النهضة لم يتغير، إن أمريكا مع الوصول إلى الطلب المصري المشروع الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم مع أثيوبيا والسودان، شايفة ده إزاي وتغطية الإعلام الأمريكي ليه إزاي؟ بص يعني تغطية الإعلام الأمريكي ليست بالقوة الكافية حول هذا السد. كان في مقالات للسفير المصري معتز الزهران في عدد من المجلات والصحف الأمريكية حول الأهمية أو المصالح الأمن القومي الأمريكي في استقرار المنطقة وفي حل هذه المشكلة. وبالتالي للولايات المتحدة باع ومصلحة قومية أمريكية في حلحلة هذه القضية وفي يعني وضع أطر لكيفية استغلال سد النهضة وكيفية تحقيق المصالح القومية لكل من أثيوبيا والسودان ومصر. وهناك تحركات مصرية بالفعل للدفع بهذه القضية
داخل واشنطن وداخل الكونغرس وداخل أروقة الأمم المتحدة، لكن لا يبدو أن إدارة بايدن لديها شهية قوية لوضع هذا الملف في أولوياتها في النقاش. هي تعد الجانب المصري بالتحرك، هناك يعني كان هناك حديث بين أنتوني بلينكن والرئيس السيسي حول هذا الملف، وكان هناك أيضا حديث حول بين أنتوني بلينكن وأبي أحمد حول هذا الملف أيضا، وحول تحقيق الاستقرار في أثيوبيا في مواجهة غضب تيغراي وفي مواجهة إريتريا. وبالتالي ما يمكن أن يصفر أو وعود الإدارة الأمريكية بالزيارات وعلى رأسهم الرئيس بايدن خلال العام المقبل إلى القارة الأفريقية يمكن أن يضع هذه القضية في مرتبة متقدمة تباعا، لكن لا يبدو أثناء القمة أن هناك نقاشات سوى النقاشات التي طرحها الرئيس السيسي والمسؤولين المصريين على المستوى الثنائي مع الولايات المتحدة. أعتقد أن لمصر قدرة كبيرة على استغلال 100 عام من العلاقات، استغلال موقعها الاستراتيجي ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، استغلال اتفاقات الكوميسا والكويز وهذه المبادرة لإنشاء منطقة تجارة حرة. كل ذلك يعطي مصر مفاتيح قوية جداً لتحسين العلاقات. أيضا المبادرة المصرية لترسيخ حقوق الإنسان في مصر، الخطط التنموية الكبيرة داخل مصر، الفرص الاستثمارية التي يمكن التوسع فيها داخل مصر وداخل القارة الأفريقية، استغلال هذه المبادرات للشركات المصرية للدخول في شراكات ثلاثية الأبعاد أو متعددة الأطراف، هذا كله يحقق win-win situation لكافة الأطراف. الولايات المتحدة تريد شريك موثوق بها، موثوق به في حل قضايا سياسية واستراتيجية واقتصادية، ومصر أثبتت في مواقف كثيرة من أبرزها ما حدث في غزة، أثبتت أنها لديها ثقل سياسي قوي ولديها وتعتبر شريك موثوق به بالنسبة للولايات المتحدة، وقادرة على حل الكثير من المشاكل وقادرة على حل الكثير من الإنجازات الاقتصادية. هبة، نورتينا في كلمة السر. أشكرك، أشكرك وتحياتي، وأهلا بكم في العاصمة الأمريكية. يا رب نكون قدرنا في تغطيتنا الخاصة من واشنطن ان احنا نجاوب على اهم الاسئلة اللي دارت وبتدور في اذهانكم عن القمة الافريقية الامريكية وعن الوجود المصري القوي والمؤثر في واشنطن خلال هذه القمة. تصبحوا على خير واستنونا الخميس الجاي في كلمة السر.